قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. معالي المدير المدرسة تجويد القرآن وأساتذتي الكرام ورفقائي الصالحون، أحييكم بتحية أهل الجنة وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، لقد أنعم الله علي أن تشرفني أمام حضراتكم في هذه الحفلة الميمونة، فأولا أشكر ربي شكرا جزيلا، ثم أشكركم أحبتي العظام. أيها المستمعون الكرام، هذه الحفلة المنورة التي نراها انعقدت لحصول المقصود إلى الخطبات التي انتشرت من مملكة السعودية العربية حول جماعة المبلغين، ومن خطبائها الذين قاموا يوم الجمعة على منبرهم بهذه الخطبات الحذاقة، حيث قالوا في كلماتهم: المبلغون الذين يبلغون رسالة الله في نواحي العالم ويسعون في الأرض إصلاحا الطائفة الضالة. ثم قالوا: يدعون الناس إلى زيارة القبور، وقالوا: هي طائفة الإرهابية، بدل أن يدعو الناس إلى التوحيد يدعون الناس إلى الشرك، ونطقوا: احذروا من هؤلاء. أقولها ولو كلمة: أيها المشايخ، إذا كان لديكم دليل فتأتون به، ولو لم يكن عندكم شيء فتحاشوا من هذه الأشرار. ألا تعرفون أن ربكم ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأمركم ربكم بالصدق والتقوى. أنسيتم قول نبي الرحمة: عليكم بتقوى الله عز وجل، فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. أيها المتفوهون، ما مسكتكم الضراء وما زلتم لذا تتهمون بجماعة الأحباب. أيها الأقاويل، لقد كسرتم شوكة المسلمين بهذه الخزعبلات، وأظهرتم العداوة مع المسلمين، وغيرتم ميزة المسلمين. ألا تشعرون أن الله يغار، وإن غيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه؟ فلا بأس ولا بأس. ولقد علمنا المستقدمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين، فإلى الله المشتكى. إخواننا المسلمون، نأتي إلى صلب الموضوع، وهي فرقة ناجية ناجحة فائزة في الدنيا والآخرة، قد قامت بفلاح الإنس والجان، وقد وصلوا إلى المرام وحصلوا المراتب، وبلغوا إلى جهدهم التي قصدوها، فأخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وكم جعلوه من المصلين بتوفيق الله، وحتى جعلوا الفساق صالحين بالتضحية، وجدوا. وأما فوائد التبليغ فهي ظاهرة مثل فلق الصباح ونور القمر، وقوائمهم كلمة التوحيد والتمسك بالسنة وإقامة الصلاة والعمل بكل ما أمر الله به، والتجنب عما حرم الله عليه، وذكر الله عز وجل كما أمر عبده بنفسه: واذكروا الله ذكرا كثيرا، وإكرام المسلم، لأنه أقوى شيء في تودد المسلمين، ويؤكد بمواخاة الجيران، ويركز بالمحبة والرفة مع كل مسلم ومسلمة، ويشدد بإحضار النية فقتل الله عز وجل ليستثمر في الدنيا والآخرة. وأخرى الدعوة، لأن نبيهم داعي الأمة أرسل إليهم، والأمة أرسلت كذلك للدعوة، ومنهجهم منهج النبوي 100%. ولا نقول أن كل من يقوم بالدعوة وصار الملائكة لا يخطئ ولا يزيغ ولا يرتكب أي ذنب، بل قبل ذلك يعصي ولا يبالي. الآن عصى ربه وتاب مفاجأة، علم أن ربي يسخط بالمعصية ويرضى بالتوبة. من قبل ما كان يصلي بالجماعة، ما إن رجع من التبليغ يهتم بصلاة الخمسة مع الجماعة. هل أصلحه مصلح أم أصلح نفسه بنفسه؟ لا، بل خرج للدعوة فقال نفسه بمكيال المستقيم، فها هو صار متدينا. في زمن القديم لم يذكر الله أحيانا، ألا ترى حاله يسبح ماشيا وقاعدا؟ من أين جاء بهذا الفكر؟ لم تجد هذا الشيء إلا في التبليغ، لولاك مواجهته مع الناس مسيئة جدا، فصار كالسماء الممطرة يبتسم ويضحك كريحا المتفرج. هذا ببركة الدعوة، خرج لأربعة أشهر فتعلم هذا الشيء. هذا كله بسبب التبليغ. لا تغمضوا أعينكم أيها العظام، بل تحدقوا النظر إلى جمع المسلمين، ولا تختلفوا، لأن الأمة تمر في حالة التقشف، ورؤساء الأمة
ما لا يدرون ولا يعلمون. احذروا المشايخ العرب وانتبهوا عليكم بإصلاح النفس وإصلاح ذات الجنب واعدلوا واعتدلوا. وأخيرا أفيدكم علما بأن تعتذروا أمام جماعة الأحباب كل الاعتذار بأخطائكم لتؤجروا عند الله في الدنيا والآخرة. فأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. أعزتي في الله إن صدر وبدر منا شيئا فسامحونا واعفوا عنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.